ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، صباحك الله بالخير. أهلا. سمو الأمير تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمن، نعم. الله يصبحك بالخير طال عمرك. شلونك؟ الله يحييك. هلا، عساك طيب. الله يحييك. مكتب الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية طال عمرك. نعم يا أخوي، الدكتور يبغاك، أبغى أحاول عليه. ثواني طال عمرك، عطني. نعم نعم، اهلا وسهلا. هلا، حياك الله. حيا الله سمو الامير، شلونك؟ الله يسلمك. الحمد لله طيب، الله يسلمك. وعسى اموركم زينه وبخير وطيب. الحمد لله بخير، الله يحفظك ويسلمك. طال عمرك في، بس الله يحفظك ويسلمك، في موضوع كلفني طول العمر اني اكلمكم فيه. الله يسلمك. موضوع الشركه STMI، الله يسلمك. ونحاول طال عمرك ان نحل هالإشكالية، وحبيت ان نرجع لكم. الله يسلمكم. فحليتوا وخلصتوا انتوا؟ انا اطلقتوا صراحة الناس اللي كانوا جانين وسمحتوا لهم بالسفر، خلاص حليتوها. انتوا حليتوها بدون رجوع لحد، حتى بدون رجوع القضاء، الله يسلمك. اي بس طال عمرك الموضوع هذا، اي معليش، الموضوع هذا عشان ولد سعود بن نايف دخل وشراه من ورا وخذوا اعمالنا وخذوا كل شيء، يعني صار الموضوع يخص طويل العمر. هذا غير منطقي يا أخي. طويل العمر الآن عمله كوزير داخلية على عيني وراسي، كولي عهد على عيني وراسي، تدخل في ورثي، ورث البندري بنت عبد العزيز، تدخل في حقوقي، تدخل في اعتداءات أبوي. هذا ما يحق له، بس ما يحق له لا شرعا ولا غيره. هذا شيء تعدى الحدود. بس سمو الأمير تركي الله يسلمك. لا بس معليش، وأنا أخوك اسمع، رب الله سبحانه وتعالى لما وهب الناس الحكم ما وهبهم عشان يطغون في خلقه ويظلمونهم، وهبهم الحكم عشان يعدلون. فالعدالة ألا تعتدي على حق أحد ولا تأخذ حق أحد. حتى وكيلي مسكين طقوه وسجنوه وأخذوا عليه تعهد، يعني هذا غير منطقي. هذا اللي يصير الآن في البلد شيء ولا 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 يصير في أيام هتلر ولا فرعون ولا غيره. بس طال عمرك ترى يمكن ان هذه مهيب من سمو لا لا منه نايف ولا لا لا سمو الامير نايف. سمو الامير نايف ما ادري من ودى له خطاب وجاب واحد من الوكلاء حقوني، لا له دخل في الموضوع ولا له دخل في الورث، وضربوه وقالوا له اكتب تعهد ومنعوه من انه ياخذ ويطالب في حقه. هو يعني ولد ناس، مو يعني ابوه امير قبيله. انتم الان بدل ما تجلسون توحدون في البلد، وبدل ما تترضون اهل البلد، وبدل ما تصلحون في البلد، تقومون تنفرون اهل البلد منكم وتخلونهم على ايش؟ وش سوى هو مسكين؟ ولا ياخذ مني راتب حتى لما طق. وبعدين هذه كلها في شنك. الامير نايف الله يسلمه ويطول عمره قد ارسل خطاب لامي في حياتها، وقد حطني مرتين على البلاك ليست، وارسل خطاب امي قال اني انا ابغى اسوي انقلاب، والحمد لله طلع واحد من عيالهم اللي كان بيسوي انقلاب مو انا. عموما بغض النظر عن كل حاجه، الاشياء هذه اللي تنسب الان، انتم الحين تدخلون في شركه يا اخوي احمد، وانتم اعمالكم اهم في اشف الداخليه وفي ذا. انا استغرب 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 الداخليه بالضبط هي وزاره التجاره والصناعه، او هل هي حكم قضائي؟ يا جماعه الخير، انتم تقولون انكم بلد قائم على دستور القران، طبقوا هالكلام. بس طال عمرك ان احيانا نعمل، طال عمرك نحاول نساعد يا سيدي. مساعده وش هي؟ الامير سلمان سجني لما طالبت في حقي من واحد اسمه الراجح، اسم زين، سجني وقال اكتب تنازل عن حقك وحق امك. هذه مساعده؟ هذه مساعدتكم اللي تسوونها يا اخي؟ خلوكم منطقيين يا جماعه الخير. عموما انا اقول لك اياها بكل امانه، كل اللي سويته الله يسلمك ما محفوظ، يعني هو الان انا رافع محاكم لاهاي، وان شاء الله سبحانه وتعالى بينصفني بحقي، وانا كل هذه عندي اوراق واثباتات بادله. لانه المنطق، اسمع يا سيدي الفاضل، اسمع اخوي احمد، انا لا احب اطلع على احد، وكلمت خالي مقرن وحاولت وارسلت خطابات. انا لا ابغى لا منصب ولا مكان، ولا يهمني بقاء الحكومه او زوالها، هذا امر الله سبحانه وتعالى. انا يهمني حاجتين في الدنيا، 40 سنه والبندري بنت عبد العزيز وعيالها يضامون ويأخذ حقوقهم ويظلمون، لا والله سلبوها ولا خذوها منح ولا اعتدوا على حق احد، ولا هم الله يكرمك عيال زنوه
ولا هم سمرمد. يا أخي حنا نبي نعرف بس حاجة واحدة، هم بحاجة لشيء من عندنا يعلمونا نعطيهم، لكن ما يأخذونا غصب. بس طال عمرك أنا ودي يا سمو الأمير أنك أنت بنفسك تجي وتقع على الواقع بنفسك. أجي كمتنى. عشان أنسجن، عشان أنهان. لا هاي المحكمة هي أقول أقول أخوي 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 حبيبي سم. أنا كنت هناك وانهنت، أنا لفقلي من التهم أني هرب هروين وأنا دخان ما أدخن، وأنا كنت ضابط نقيب. أنا قعد لي نايف بن عبد العزيز إلى أن خلاني أستقيل من الحكومة. لا بس طال عمرك قد ما تكون المعلومات عندك صحيحة. لا لا ما هي صحيح، أنا يمكنني كنت شغال في كوكب آخر. يا أخي أنا اللي ملفق عليه التهم. إيه بس خلك قريب منه طال عمرك. قريب من إيش؟ أنا كنت أنا لما رحت أشكي في مركز شرطة، رحت أشكي على واحد مركز شرطة، أنا أوقف وأهان وهذاك يطلع يتمشى. إيه بس ما تقدر طال عمرك تعالج المشاكل وانت هناك الله يسلمك. لا لا بعالجها إن شاء الله. أنا شوف أخوي، أنا بأبذل جهدي وبرفع قضاياي، وأنا إن شاء الله خلاص قبلت الحمد لله، قبل اللجوء الدبلوماسي حقي الآن، وقبل إن شاء الله قضيتي في لاهاي الآن، وإن شاء الله بيعلن عنها إن شاء الله قريب جدا تسمعونها. ليه ما أقدر أعالجها؟ وهذا نظامكم يقول في قضاءكم واللي وقعتوا على محاكم لاهاي، إنه إذا لم يستطع الشخص اخذ حقه في محاكم السعوديه يستطيع اللجوء للقضاء الدولي. هذا نظامكم مو نظامي انا. اي بس طال عمرك المحاكم في اذا بتعطيك حقك بتنصر. من يقول عندك شرع انت؟ عطني شيء يثبت ان عندك شرع يا سيدي. تعال طال عمرك قدم قضيه للمحكمه. قدمت عندي وجرب الله يسلمك. عندي تسجيلات المحكمه، وعندي تسجيلات قاضي العائله، تسمونه قاضي العائله، وعندي قدمت قعدت فيها. يا اخي اذا قاضي مقدم معطل اراضينا 11 سنه، ماتوا اخواني ما قدروا يبيعون فيها 11 سنه معطلها قاضي، عشان احط مكتب عقار عليها على ورقه مزوره واثبت انها مزوره، ورحت للحيدان وكذب علي الحيدان 5 مرات انا وامي الله يرحمها، وعندي ما يثبت بالاوراق والثبوتيات، ورحت لرئيس المحكمه قلت له يا شيخ ما يصير هذا اللي صاير وهذا اللي صاير وهذا اللي صار. قال لي طيب روح للشرع. قلت يا اخي انت الشرع وش تقول لي راح الشرع؟ وقلتها في التلفزيون. حكى عن ايش طال عمرك؟ قلت عندنا قضايا من 25 و30 سنه، عندنا قضيه البقره، نائب بن عبد العزيز او من يمثل اللي هو صالح كامل شكلوا ذيك الايام لجنه بامر الامير نايف رئيسه، وعندي الاوراق اللي تثبت رئيسها توه طالع من حكم تزوير، حاطين رئيس اللجنة بأمر نائب بن عبد العزيز، وللآن ما حلت مشاكل أرض البقرة في المدينة. تحكي عن إيش يا أخوي أنت أحمد؟ تحكي عن حاجة كأني أنا غايب عنها الله يسلمك. أنا بقول لك طال عمرك، أنا يا سمو الأمير أتمنى أنك معنا في ذا، وأبشر بالخير الله يسلمك. أبسألك سؤال أخوي أحمد، أبسألك تضمن مكانتك عند ربي أنت؟ ما حد يضمن مكان تعمل. اما نفس الشيء انا ما اضمن الناس، الله سبحانه وتعالى يقول واما ان خفتم من قوم خيانه فانبذوا لهم على سواء فان الله لا يحب الخائنين. انا خنت اكثر من 40 مره او 50 مره، تبيني امنهم؟ والله ما امن واحد فيهم، من اكبر واحد لاصغر واحد ما امنهم يا حبيبي. اخواني ماتوا 3 مقتولين و3 مسلوبين حقوقهم مقهورين خارج المملكه، واحد منهم ما يقدر يدخل بنته للمستوصف فلوسه ماخوذه وحلاله ماخوذ، وامي ميت مقهوره. تبيني أمن الناس زوجوا أبوي على واحدة فاتحة مكان دعارة في الرياض ومكان دعارة في جدة، ولا الآن أنتم كلكم عارفينه ولا تقدرون تسكونه. خلونكم خابيط أخي. إيه بس طال عمرك إيه ما عليه طال عمرك. هذا الكلام لا تقوله لواحد مثلي أعرف كل شيء. اسمع الله يطول عمرك، أنا قلتها للشيخ، كلمني الشيخ شو اسمه العراني ما أدري شو اسمه حق العائلة، قلت له يا شيخ وجودي او عدم وجودي ما له دخل في شرع الله سبحانه وتعالى. طبقوا شرع الله، انتم ليش تخافون من شرع الله؟ طبقوا شرع الله وانتهينا. بس بوجودك طال عمرك. لا 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 وجودي ما يسوي شيء. شف احمد، انا ماني غبي، انا ما احط راسي تحت رجل احد، انا اللي رونا بعلى رؤوس مره بس في رجلي. اي واحد طاغي ما احدد اسماء يرى براسه شيء اراه في اسفل رجلي. أنا الحمد لله لا أبغى أخطي على أحد ولا أبغى أذنب على أحد، لكن لن أقبل أحد يخطي علي وعلى كرامتي إطلاقا من ما يكون. وطال عمرك ما حد إن شاء الله أخطأ. لا لا أخطأ كرامتك محفوظة يا لا ما أبدا عندكم، أقسم بالله أبدا ما تنحفظ أبدا عندكم، أعوذ بالله
ما ابدا عاد اقول عاد جربنا تعلمنا وجربنا عاد هناك الله يسلمك. والله الظاهر اني مؤمن ما الدر من جحر مرتين، واضح من اعمالكم وش صاير الله يطول عمرك في البلد. لا لاننا نحاول نساعدك الله يسلمك ونحل المشاكل. ما يحتاج، انتم ما رجعتوا لي خلاص، ما اعطيتوا امر للشرطه باطلاقهم، الشرطه اطلقوهم وراحوا خلاص. ناس عندهم في المحاكم خيانة أمانة، وناس عندهم ذا، ومنهم مو من عندي، من أيام سعود الله يرحمه، الدعوة محفورة عليه لو مطبوقت من أيام سعود. أجل هل القضية مع شركة STMI ما ودك تأخذ حقوقك منها الله يسلمك؟ والله حبيبي في حقوقي أكبر منها ضاعت الآن. STMI خذيتوها وحولتوها وسويتوا اللي تبغون طال عمرك، ما اعتاز يعني. بعدين حتى حقوقي اللي عند الناس عند ذا استلمتوها، وش انت 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 حد يردكم؟ باقي طال عمرك حقوق للشركة اكثر من 15 مليون نبغى نستحصلها ونعطيك حقك منها. يعني المسألة الداخلية طال عمرك اجل مكتب خدمات. لا ما هو بالداخلية، الداخلية يبغى يحل المشكلة طال عمرك بس. والله العظيم أقول طال عمرك والله العظيم إني أستغرب وبس، أستغرب اللي عندكم أمور أهم من هذه كلها، وإنكم ترسلون خطابات كلها موجودة ومعنونة عندنا عموما. كل هذا على يا أخي ما كفاكم الدي اتش الاحتكار، ما كفاكم خيام محمد اللي سواها حقة الحريق حولتوها باسم التميمي، ما كفاكم مكاتب الخدمات اللي جبنا أفكار هذيك الأيام سربها العواج وعطاها الكل وعلى الهواء وعلى مزاجه والحمد لله ما نجحت. ما كف أشياء كثيرة عندنا إثباتاتها ودلتها، وبعد برضو على السيمي بعد لاحقين. الله يستر أخوي والله. ما أقول 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 أقول, أقول أخوي أحمد أخوي أحمد أخوي أحمد أنا أستغرب قال أبوي عبد العزيز الله يرحمه قال كلمتين لهم، قال اختاروا بين ثنتين، يا حكم يا تجارة، ما تحصل الثنتين. ولكن مع الأسف يعني حكم وتجارة وغصب، حتى العلف ما يصدر إلا بأمر فلان وفلان يأخذ منه كوميشن. يا ناس كبروا شوي الله يهديكم، كبروا شوي والله يا حبيبي. أنا تطلبوا مني حل عقب ما خلصوا يعني عقب ما عرست سكت رجليها يا أحمد؟ الحين أنا اللي خطف وأنا اللي عرس وأنتوا اللي تعرسون؟ والله مشكلة. لا أنا والله مكلم عشان أساعد. والله أخوي أحمد إني أستغرب منكم يا أخوي أحمد. أي والله عشان أساعد. أنا أعرف الأخوة إنك مثلي مثلك، أن الناس أنت تبي تسوي شيء تبيض وجهك عند ربعك وذا، لكن أنا بعد أكذب عليك صعب. خل نفسك مكاني وأنا أخوك، ترضى اللي يصير على أمي وعلى الأشياء اللي يصير علينا؟ ما حد يرضاها على حد. لكن وش أقول لكم إلا حسبنا الله ونعم الوكيل عليك. بس نبغاك طال عمرك بس نشوفك هالحين، نبغاك والله أنا أقول لك يا أنا شوفني وش تشوف فيني وأنا أخوك، وش تشوف؟ نساعد طال عمرك، إنه والله ودنا نساعدك ونحل مشاكل. ما حد يقدر يساعدني، أنا بقول لك حاجة، الناس هذه لن أنت تتكلم عن ناس أعرفهم أنا تماما أكثر منك، والله أعرف حتى ما تدخل الحمام، أعرف هالعالم هذا اللي عندون هم أصلا لو يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ما لا هي منة منهم ولا هي ضعف. حق الإنسان كان قال كلمة واحدة عبد الله بن عبد العزيز، ايش شرع طبقوه على ذا وذا؟ اصلا ابوي لا يورث لا نظاما ولا شرعا، لانه في الدين الاسلامي، اذا تزوج الشخص في سورة النساء اقراها، اذا تزوج الشخص على حرمته غير راضي ما يورث. وبعدين في اذا كان بينهم شرط وصية ودين، الشرط واضح حتى لو انه اخفى الدفتر، لان امي عقب ما توفى اخواني الستة واخرهم متعب قبلها بسنة جابت كتابة عدل واعطتها خلتها اجبرتها يتنازع عن حقه بالورث لها. وش معناها؟ معناها في اتفاقية. ولكن مع الاسف التعاطف هذا والتخاذل هذا، لانه شد لي وقطع لك، لانه للتونسية علاقات مع التونسية اللي هناك عند الرجال الثاني وعنده انت خاص، ما يحتاج اوضح احد اكثر من كذا. لا بس على والله ودنا سمو الامير انك ترجع ونشوفه ان شاء الله. بتشوفني ان شاء الله، بس عقب ما تنظف ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى قلت يا رب يوم طلعت وجاب الله سبحانه وتعالى هالموجة، وان شاء الله انها بتنظف كل هالبلد من كل الطغاة والبغاة والمستبدين والظلمة وكل من يتبع لهم ان شاء الله. ومن قاعد تحت راح مع مزبل التاريخ، ومن طلع مع موجة رب العزة والجلال اللي تغير في كل 100 سنة او 200 سنة، والحمد لله والأمعث في أحد ما يحاسب. وهذا ألذ ما فيها، وأنا مستانس على العناد، لأن العناد بيخليني أخذ اللي برا وأممه وبعدين ألتفت اللي جوا، اللي جوا ما يروح، يقولوا على من بيده العين، والله سبحانه وتعالى يقول لا ضرر ولا ضرر، كل شيء أنضربه مشروع يفوتني كل شيء هم يدفعون قيمته، لا تخاف.
والله ودنا عاد ان على ما قال هذا بلدك وهذا ولا اهلك الله يسلمك. لا بلدي 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 ما اشكك ابدا بلدي ووطن. لا اهلي لا لا امي الله يرحمها كانت تقول اهلك من كرموك وعزوك واحترموك، ووطني هو المكان اللي يرزق فيه، ولكن وطني ما يحتاج ولا الوطن مو بس ما انا ودي انهم يلغون اسمي عشان يلغون اساميهم كلها. انا جداني اثنين اللي كونوا البلد، محمد اللي حارب وركد وتنازل عبد العزيز معروفة هذه ما يبغى لها، وكتبناها بنكتبها في التاريخ، والآن جالس ألف الكتاب حقيقة تأسيس الدولة وبوادر سقوطها. وهذا الكتاب تألفه الآن يسموه الأمير؟ إيه خلصته الحين بنشره إن شاء الله، وفي بعد كتاب ثاني حقائق آل سعود وكيف يربوا في بيوتهم، حكيت عن مخالط العبيد وحكيت عن كل شيء بالحذافير وش مر علينا وش ما مر علينا وكل شيء قالوه لأمي قالتهم أمي له وكل شيء بذكره وذا بأثباتات وأدلة وبعضها مسجلها. تبي تبي أكثر من كذا؟ أقول هذا طال عمرك ما ود الواحد طبعا والله يطول العمر. أنا ما جيت لحد أقصاه، أنا قلت لهم يا ناس فكوني، وأنا والله العظيم آخر مكالمة سأل خالي مقرن اجتمع فيه يمكن تشوفه وذا قال لي تركي كلمك، قلت له الله يخليك تراني طالبك طلبة، هذا قبل يرسلون طبعا اللي يرسلوا لي قناة العالم أبوي وسلمان وسلطان عشان يطلعون 37 ثانية، وكنت متوقعها لذلك كنت مسجل المقابلة كاملة ونزلتها. عامة الأشياء هذه كلها ما راح يقدرون يسوون شيء لسبب بسيط، أنا إنسان ما أبغى الحق، لا أبغى لا مكان ولا خزبقة ولا بوسيادي ولا ركع الإنسان، أنا خلقت ما أنزل همتي إلا رب العزة والجلال. وان شاء الله محفوظ حقوقك محفوظه وبلدك ان شاء الله واضح. اقول اخوي احمد والله واضح واضح حقوقي محفوظه، جوازي اهم ابسط الامور جوازي، ارسلنا خطاب للان ما رد علينا، يريح حقوقك محفوظ. تضحكون على مين صحيق الله؟ لا طال بس طال عمرك هين ما اقول كل اللي يستبشر بعودتك الله يسلمك. لا يستبشر بعودتي عشان الخطابات اللي يرسلونها لي ضباطكم، يا الله يكرمك يا ولد القحبه يا سربوت من جرك زي سلطان بن تركي بن هذا هذا لا لا يمثل وانا اخوك لا لا من عندكم من عندكم امانك واهلك ابدا الله من عندكم من الداخليه ترسل ترى على فكره لا ما يمكن يعاملونك بهالاسلوب، هذه تصرفات فرديه. المهم هذا المهم من عندكم هذا لا يقاس عليها وتعتبر الله يسلمك داخليتكم منسوبي داخليتكم يرسلون لي خطابات ومسجله وسجلتها على فكره الحكومه الفرنسيه ولاحقت مصدرها وعرفت من وين مصدرها. ايه لا تحسب اني انا جالس غايب انا اخوك، انا لا تنسى اني ضابط ولا تنسى ان عندي 66 دوره خارج المملكه. والله يا طول العمر انا كلمت على اساس ان نحاول نعين ونعاون. انتوا خلصتوا انتوا طال عمرك كلمت العقب ما خلصتوا انجزتوا، انتوا الحين اعطيتوا امر باطلاق سراح ذوليك وتسفيرهم وروحتهم على هواهم، خلاص ايش تبغون يعني مني؟ يعني انتوا اللي تبغونه سويتوه واكيد انكم. والله ان نعرف لك حقوق في هالشركه ونحاول نساعدك. حقوقي حقوقي تبي حقوقي النظاميه؟ سم الشركه ما هي لهم ولا تحول، حولت بطريقه مزوره لانه لازم في نظام وزارة التجارة لازم الشركة تحول بموافقة وتوقيع المالك الأصلي أو الوكيل الأصلي، وهذه ما حولت بهالطريقة، حولت بالتزوير. لا لكن بغض النظر عن هذه لك في حقوق لك بغض النظر عن التزوير يا أحمد نسترد لحظة أحمد أنت وكيل وزارة بغض النظر عن, 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 عن التزوير ما أدري وش أقول أنت. لا لا نتكلم عن ناحيه اخرى طال عمرك الناحيه انت 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 وزاره الداخليه انا ما اقدر اقول لك شيء ثاني اذا تقول بغض النظر عن التزوير لا طال عمرك بغض النظر من ناحيه طال عمرك التزوير وقضايا التزوير لها جهاتها الله يسلمك وتعالج انا اتكلم لك حقوق طال عمرك لا شركه لما اقول لك الموضوع لما اقول لك الموضوع ساعدك على الحصول على حقوق لما اقول لك الموضوع من اصله في تزوير يعني التغيير هذا كله اللي صار في تزوير يعني معناه مبني على باطل وما بني على باطل فهو باطل يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون في القران ذي يا احمد لكن تزوير طال عمرك لها جهته ويعالج بس انا اتكلم الان ما كيف يعالج انت هالشركه كيف يعالج اذا كان اللي مزورين هم الان المالكين والمالكين هذول هم يمتدون الى الوزاره الداخليه يمتدون لولد سعود بن نايف طيب وشلون كيف تعالج؟ لا ان شاء الله ما يكون هذا بهالشكل معلش كيف تعالج؟ انا اسال طيب اذا كان ابوي مثلا ابوي
دور على 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 توقيع متعب، قال ان متعب في عام 2008 حضر في لندن وزور وصديقته سفارتكم السعوديه، وانه تنازل بالعماره، وامي تنازلت بالعماره بعد موته بثمانية شهور وصدقتها السفاره السعوديه، وعندي الاوراق هذه كلها. هذا 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 كيف يعالج؟ ابغى افهم بس. اقول عندكم الله يسلمك فعلا حكم شرع ونظام وكل شيء منظم ما شاء الله. لا بس تعال لمن عاد وتشوف ان شاء الله مالك اللي ما اجي طال عمرك. ما اجي انا، ما اجي انا، انا عزيز مكرم، ولو جيت ضاع حقي وحق امي الله يرحمها. وانا ماني من النوع اللي لا يناكخ ولا ينذل كل الثنتين، لاني انا اعتقد ما عاد في شيء يستاهل في الدنيا ناكخ عشانه. احبتي وماتوا والباقيين ما اعتبرهم شيء. ابوي مساكين ضعيف ينتقم من عيال عبد العزيز وال عبد العزيز بامي وبسخافته اللي هو يسويها الحمد لله رب العالمين. ولا تقول لي والله تزوج زواج عادي، لا لا، سلمان بنفسه قال لي زوجت ابوك على التونسيه، قال لي بمكتبه والكريس موجود على التونسيه وهي حامل منه. هذا كلام سلمان، واعطاها بيت، وسلطان اعطاها بيت في جده عامه ما اعلن من هالكلام. الثانية خواتي، أمور خواتي مساكين، الناس اللي تقاسمون مجوهرات البندري بتاع عبد العزيز سياراتها ثالث يوم في عزاها معروفة عقليتهم ذولي. وهذه في الدين الإسلامي أصلا ما عاد يورثون، لأنه يعتبر استحواذ وسرقة، والسارق والمستحوذ بالقوة من الورثة يعاقب كما يعاقب السارق ولا يرث. معروفة هذه في الدين، يعني ما جبتها من عندكم، اسألوا الفقه وسألوا أهل الدين، إلا إن كانكم تحرفون زي ما قال الأمير نايف الله يسلم عام 2006: من لا يؤمن بالدولة ويؤمن بعلمائه ويؤمن ذا وذا يؤمن بمن؟ ما ادري عاد هذا عندكم راحتكم وذا دينكم انتم حرين فيه. لا بس اقول اهم شيء طال عمرك، انا اعتقد الواحد ما يقدر يعالج مشاكله وهو بعيد عن مشاكله. لا لا اقدر، ومن قال لك اقدر؟ انت لما تجي اسمع اسمع اسمع، لما تجي تمر ببركه وتلقاها الله يكرم كل اللي في وسطها يشخون وحايسينها، طب معهم؟ لا والله ما طب. لا هو على كل حال يعني امورنا ان شاء الله بخير. اي واضح، شوف هذا الكلام، لا لا هذا الكلام، هذا الكلام، هذا الكلام واضح. حتى انتم يوم لما قلت امورنا بخير وذا طلعوا ذلك البرنامج مساكين وسحبتوهم وسجنتوهم، ما ادري طلعتوهم ولا خليتوهم الحين. بس طال عمرك اقول طال عمرك ما حد يطعن في ترى القضاء واستقلاليه. انا اطعن، انا اطعن اطعن، وعندي الاثباتات والادله وقلتها وكتبتها وما رد علي احد. انا اطعن القضاء لما يطلع القضاء في العالم، القضاء يمشي بماذا؟ مو شرع الله؟ بسم. طيب لماذا لما عندنا يقول حسب الامر الملكي يطبق الامر القضائي الفلاني اللي خلق عبد الله؟ الله ولا عبد الله اللي خلق الله؟ المفروض حسب الامر الشرعي صدر الامر الملكي، المفروض هذه انتبهوا لها. اي بس طال عمرك ما تقول لي ايه بس انت تحكي لي عن الدين. انا اعرف الدين، أعرف الدين إن الله سبحانه وتعالى هو ربي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما صدقنا محمد لا يوم قالوا ما ينطق عن الهوى لما هو وحي نوحى. أقول طال عمرك أن تصير هالجزئيات لما تكون معنا فيه نستطيع نأخذ ونعطي، بس بالتلفون طال عمرك ما نقدر. لا أنا أقدر أرسلها لك مكتوبة إذا حبيت. الله يسلمك. أنا والله حريص عليك الله يسلمك. لا تخاف أخوي أحمد، أمي ميتة لها 4 سنين وأنا أذيت من أكثر من 20 سنة، وأشكرك على حرصك اللي ما جاء إلا بعد 20 سنة، ولكن طال عمرك ما أظن أحد حريص علي أبدا. ما والله أنا مؤمن معي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما قلت له يا رب إلا سبحانه. أنا أبدا يوم سجنوني قلت يا رب جعل من سجني يجي البلاء، والحمد لله طاح، والحمد لله ذكر ربي، والله يجعل قبار من ظلمني ما يرفع ظهره. لكن ان شاء الله انك ما انت ان شاء الله انك ما انت لا انظلمت، واخذت حقوقي علنا وانهانت كرامتي والى اخره، وكل هذه ابغاها شرعا، ابغاها شرعا وبطبقها شرعا. عمرك انت الله يسلمك تعال وراح تطبق دوليا وبشرك قريب. ايه والشرع الله يسلمك فاتح ابوابه الله يسلمك. هذا الشرع الحقيقي عندكم لا يوجد شرع، اسمح لي. إذا صلاة الاستسقاء لازم أمر ملكي، أي شرع ده؟ أي دين ده؟ أي بس يا سمو الأمير طال عمرك أنا بسألك سؤال، إذا رئيس القضاء عندكم كان الحدا والحدان يكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم يعمل كل شيء إلا الكذب، شرع كذا؟ اي بس الله يسلمك حتى الان تكلمت عن الحدان، والحدان ليس رئيس مجلس القضاء الحين حطته في كيت كبار العلماء، يعني اكبر شوي.
لكن انا والله ودي الان طبعا تعرف المجلس القضاء الاعلى حل محله المحكمه العليا الله يسلمك. اي محكمه اي انا بسالك في شيء فوق الملك ما في يا طول العمر؟ لا تقول لي ولاة امر ولاة الامر ولاة الامر اسمعني ولاة الامر يا سيدي الفاضل الذي لا يعتدي على مال الغير. الملك نفسه ما اخذ ارضين من امي ولا عوضنا عليها وحطها اول شيء منتزه بعدين حطها باسمه. سمو الامير الشرع طال عمرك فوق الجميع والله فوق الجميع الله يسلمك. ما شفنا هذه طال عمرك ما شفناها ابدا ولا طبقت. عاد طال عمرك تعال وتشوف على ارض الواقع. ابي عقب 48 سنه اهانه وما اخذ حقي وما في شرع يطبق تبغاني اصدق اخوي احمد اللي بس مجرد وكيل وزاره مع احترامي لك يعني يقال له قل وافعل ما بيدك شيء يا احمد يا حبيبي انت زيك زي العرين اللي كلمني قبل امس. لا لا طال تثق اني ما اتصلت بك والله يعلم الله ان نتكلم عن حقوق لك موجوده يا اخوي. ما راح حقوقي حقوقي شوف حقوقي ارزاق من الله سبحانه وتعالى واذا الله رايد هالحقوق ترجع لي بترجع لي لا بارادتك ولا باراده غيرك غصب علي وعليك. صحيح اسمعني اسمعني جيتي او عدم جيتي ما تفيدكم الا بحاجتين الا تذلوني ولا تسكتوني وهذا الثنتين ما تحصل. الله يسلمك على كل حال انا بكون على يعني ان شاء الله على تواصل مع سموكم الله يسلمك. معليش بس انتوا لا تسالني عن شيء قد حليته وخلصت وانا اخوك. لا بس هذا في لا نتكلم عن انا اعتبر حليته لما اتخذت في اجراء دون الرجوع لي خلاص حليته. لا انا اتكلم عن جزئيه اخرى في فلوس طال عمرك هذا اللي هم اساس المشكله هم اللي انتوا فرجتوا عنهم خليتهم يروحون هم اساس المشكله. انتوا زي اللي جبتوا خذيتوا اداه الجريمه وهربتوها تقولون تعال عشان نحل الباقي. إيه لكن الفلوس اللي لك طال عمرك وموجودة مالي انا لي اكثر من كذا المسروق 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 من هذه من السيمي والمأخوذ من ورانا فوق 360 مليون ريال غير القضايا اللي مع رامكو فوق 100 مليون دولار وغيرها نفس السيمي وحنا اللي ماخذين هذيك الايام. وهذه لم تسترد ولم تحصلون عليها. لا انت عشان ترفع قضيه على رامكو لازم موافقه الملك والملك ما جالس يوافق ما وافق علينا الا عقب ما ماتت امي بسنه. وعشان نرجع نرفع لديوان المظالم يقول لك احيانا ميقصات تروح المحكمه يقول ميقصات ترجع لديوان المظالم يعني لعب اضحك وتعالي روح تعالي زي قضيتنا اللي مع الشربتلي وبخش اللي لها 35 سنة اللي زوروا 16 مليون متر مربع وباعوها هم وحليم رحباني وأبوي والعمودي ومجموعة وبعضها مبني عليها أسواق وإلى آخره وذا كلها مثبتة الأوراق ومثبتة حتى المبيعات ومثبتة كلها عندي على فكرة. وأنا رحت وجلست في كتابة عدل من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 1 في الليل لين طلعت كل المزور وكل الأوراق وكل شيء وحتى اعترف الشربات اللي بخش اللي ما تعترفوا حتى خالد الفيصل بنوا له قصر وعطوه هدية في أرض أمي في جدة. لا عندكم وكل ما جت عند قاضي وخلاص بيحكم فيها رجع ارسل الرياض قالوا للرياض نعم كل هذه ما هي بكذا وكالة حليم وذا رد للامير رجع غيروا القاضي وتعالي قاضي و35 سنه وحنا تعالوا رح هو على كل حال طبعا ما هنا افضل من قربك الله يسلمك. اي ما عليه قربي انا حبيبي قدمت على الجنسيه الفرنسيه ان شاء الله بصير في البرلمان الفرنسي ان شاء الله وراح اسعى الى ان احل في حقوق إنسان حقيقية صادرة بالقرآن والشرع للمساواة وكسر حواجز هذه الحصانات اللي موجودة إن شاء الله محاسبة الكل راح أسعالها بكل قوة. أقول البلد بلدك ولا هل أهلك الله لا 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 أهل مو بأهلي أهلي النظيفين منهم إن شاء الله أما كلهم لا أما الفاسدين واللي يأخذون حقوق الناس ويطغون فيهم لا والله مو بأهلي الله أمني براء منهم. أما في بلد بيحتضنك أو في راعي لا لا أبدا 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 من قال لك لا والله صادقت المسلمين وما شفت منهم خير وصادقت اليهود والنصارى ولقيت منهم على الأقل المصداقية وعدم الذلة لا والله إلا 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 مثل ما قال السيد قطب لقد ذهبت إلى بلاد الكفر ووجدت أخلاق الإسلام وآتيت إلى بلاد الإسلام ولم أجد أخلاق الإسلام ولم أجد مسلمين.
أو على كل حال على ما قال للحديث بقية يا طول العمر. خير إن شاء الله خير. وأي خدمة طال عمرك إن جاهزين بس حاولت. إن الله أقول الله يكفيني خيركم وشركم فكوني من شركم. إن شاء الله إن شاء الله مو بدك منك من الخير يا سمو الأمير. أخوي أحمد أخوي أحمد والله ما بدك شيء يا حبيبي من قالوا لك اذبح أنت اذبحها ما بدك شيء حبيبي. لا والله لا إن شاء الله بس إن شاء الله إن توجه نحو الحمد لله بلد خير وهالخير إن شاء الله. واضح التوجه طبعا واضح ما حد يشك في التوجه شايفين احنا بعيوننا البطالة زادت والجرائم زادت وكل شيء زاد ما ابدا التوجه صحيح معك حق. لا بس انت تعال طال عمرك وشوف الواقع بدل ما الواحد انا كني اقول اقسم بالله العلي العظيم اذا ما تعرف اعرف ترى كل الضباط اللي واقفين ورا نايف ورا سلمان ورا سلطان ورا العالم دي كلهم انا مدربهم ودفعتي وترى لازم تعرف حاجة انا البلد اعرفه من الجيزان الى الخفجي انا دخلت البيوت ولعبت مع الناس انا غسلت الصحون واكلت بقايا اكل الناس في دوراتي انا ما حد اعطاني فلوس امي الله يرحمها كانت تقول هذا يقهرني يقعد عندي اعطي الناس بالمئات الملايين واقول له تبي شيء وادري ما في جيب شيء يقول لا بطعم ما انك مبسوطه يغبني ما يقول لي اعطني وانا ما تعودت اللي ما يعطي يقول اعطني ما اعطيه يا حبيبي انا ترى ما مديت يدي لحد ولا راح مديت يدي لحد واعرف البلد زين اعرف متى ذا يدخل حمامه واعرف ذا كيف حكى واعرف المستشار ذا واعرف ذا وش كان واعرف كلش إذا ما تعرف هذا الكلام عني اسأل الطبيشي ترى الطبيشي كان سكرتير سعود وكنت أعطيه 150 ريال و200 ريال ووليد بن طلال وذولي كانوا يجون عند سعود وكنت أنا أشرهم ترى أعرفهم أعرف الناس دي كلها وأنا أخوك من طقطق إلى سلام عليكم وأعرف إيش يقولون عني وأعرف إيش يحكون عني وأعرف كيف يدفقون الكلام وأعرف قالوا عندي انفصام في الشخصية وقالوا إني شاذ وقالوا كل شيء وأعرف كل حاجة شوف أنا ما يغباني شيء لما تقول تعال عندي أنا أعرف حتى اللي يصير في الأقسام من مشاكل والله يكرمك بلاوي وإلى آخره لا تنسى اني انا مخالطي غير وطريقتي غير واسلوبي غير وعقليتي غير والله يا طول العمر زي يعني انا والله والله اني اعرف اشياء يا احمد انك ما تعرف ابي اقول نبغى نساعدك والله العظيم اني اعرف اشياء عندك في الداخليه انك ما تعرفها عندك الان جنبك مشكله وعلى كل حال انا ان احتجت طال عمرك اي شيء فانا موجود الله لا يحوجني غير ربي العزة والجلال شكرا ابو احمد ما قصرت ابدا واشكرك على هالمكالمة الطيبة ولكن ان شاء الله الله لا يحوجني لحد انما هو كافيني ما جاء كافيني ما جاكم ما جاني منكم من الداخلية ابدا ما هو بجايك منا الا والله كل خير انت ما تمثل الداخلية كاملة انت ما جاك مني شيء ولا جاني منك شيء الله وان شاء الله اللي بيجيك ان شاء الله بيجيك منك الخير ان شاء الله ان شاء الله والله يا حبيبي لا ابغى لا خيركم ولا شركم فكوني بس لا ان شاء الله ان شاء الله فكوني لا ان شاء الله مثل عبد العزيز بندر يقول لي تعال عشان تحله وحكي والامر وانا موصم من الملك عبد الله قلت يا عبد العزيز انا بسالك سؤال لو دخلت عليك في بيتك الان وحطيت ركبتي في بطنك وقضبت حلقك بيدي واقول لك لا تطقع ولا تصرخ وش بتقول تقول وخ يا اخي طيب طبعا هذه اللي اقوله واخوي يا اخي والله نجبة لا ابدا الله يسلمك الله يسلمك على ما قال هذا بلدك وهذول ابد هي بلدي ما في شك ولا هي بلدي ما في شك شوف لكنها ما هي بالاسماء بلدي ولا هي بالشخصيات بلدي واصل الحمد لله خدمتها ما خذيت ولا سرقت ولا ظلمت ولا اكلت حق احد وكل اللي فيها يحبوني لاني ما والحمد لله حتى حقة العالم لما ارسلوها عشان يشوهون صورتي عند السنة مع الشيعة بالعكس صار الشيعة يحبوني في كل مكان وهذه نعمة بدال السنة صار الشيعة بعد والله يحبب الناس فينا شكرا الله يوفقك ان شاء الله وترجع لنا بالسلامة يا طيب ابد ان شاء الله ارجع قبل ما تنظف البلد ان شاء الله من كل الفاسدين فيها ان شاء الله بلدك ان شاء الله نظيفة ان شاء الله انا ما قلتها انا الملك ما شكل هيئة لمكافحة الفساد معناها في فساد انا ما جبتها من عندي الملك اللي قاله انت لازم تقول لي ان اللي قلته هذا الملك اللي قاله اذا الملك يكذب ما ادري طال عمرك الفساد موجود في كل مكان في ما خلاص انا ايش قلت طيب انا قلت الله ينظف الفاسدين تقول بلدك ما فيها فساد انت هذا اللي تقول لا ما اقول ما فيها اقول ما فيها شيء انك ما تغلبني احمد ما تغلبني عارف انا الكلام كله ما تغلبني انا عارف شلون ادخل المداخل واطلع منها لا تخاف لا الله يوفقك ان شاء الله ان شاء الله ننتظر عودتك بالسلامه ان شاء الله ان شاء الله بعد زوال الغمه عن الامه ابدا وعدني اقول لك يا طول العمر شكرا يا اخوي احمد شكرا على الشغله شكرا الله يحفظك يا سلام مع السلامه مع السلامه هلا